السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة السورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في صور الفيديو غادي نحضروا حلوة الكوك أي جوز الهند بحشوتين مختلفتين، كتجي رائعة جدا، كتذوب في الفم، المذاق رائع جدا، سهلة التحضير بدون فرن. تابعوا معي الفيديو إلى الآخر باش تكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط، وأكيد التعليق ديالكم البنائين. واللي أول مرة كيشاهد قناتي كنقول ليه مرحبا بك، وإذا عجبك المحتوى ما عليك غير تفعل الجرس فضلا وليس أمرا باش توصل دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. ونمروا الآن باش نشوفوا طريقة التحضير والمكونات والمقادير، ونبدأ على بركة الله ونقولوا بسم الله. كيف ما كتشاهدوا معايا هذوما المكونات بساطة جدا. أول حاجة كنحتاج كأس ونص من عبار العنبة من السكر الخشن أي سنيدة، الكأس كيوزن 150 غرام، كنحتاج هنايا يعني 200 غرام من السكر الخشن أي السكر الخشن أي سنيدة، وكنحتاج هنا نصف لتر من الحليب يكون كامل الدسم، نوعية الحليب اللي كنا استعملنا في الحليب نيسلي اللي كندرجته معاكم. كنحتاج أيضا عندي هنايا جوج كؤوس ونصف من عبار العنبة من الكوك، من الأحسن الكوك من كندوزه ما بين صبعنا يكون كيطلق الزيت، يعني كنحتاج 200 غرام من الكوك يكون نوعية جيدة أي جوز الهند. كيف ما كتشاهدوا معايا عندنا هنايا ثلاثة المكونات فقط. كنمروا لعملية التحضير. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ الكاسرول ديالي وكنوضع فيها السكر الخشن أي سنيدة، كاس ونص يعني 200 غرام من السكر الخشن، ثم كنوضع نصف لتر من الحليب ضروري يكون كامل الدسم، وكنحرك واحد ملعقة خشبية باش كيذوب ليا داك السكر والحليب، وكنوضعو على نار مهيلة مع التحريك حتى الحجم ديال يعني العبار ديال الحليب كينقص كيولي النصف كيف ما كتشاهدوا معايا، وكيتبدل اللون ديالو كيولي النصف وكيولي ثقيل شيئا ما واحد شوية، وكيتبدل اللون ديالو كيبقى لمدة يعني من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة على النار تكون مهيلة حتى يعني الحجم ديالو كيولي قليل. من بعد كناخذ الكوك ديالي 200 غرام ديال الكوك، ثم كنضيفها مباشرة وهو على النار تكون مهيلة مع التحريك كذلك المستمر. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنحرك باش داك الكوك يتشرب ليا داك السائل ديال الحليب اللي كيولي عبارة عن شبه الحليب المحلى، ولكن هاد الحلوة كتجي معلكة اكثر ملي كنخدموها بهاد الطريقة، يعني ما كنخدموهاش يعني بالحليب المحلى الجاهز، كتجي رائعة. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى انا نقلب على النار حتى كيتشرب ليا الكوك كامل. كيف ما كتشاهدوا معايا خليته حتى دفى شوية يعني ما يبقاش سخون، وكنحضر واحد الكويرات يكونوا متساويين، حاولوا ديروا كويرات يكونوا متساويين، ممكن تكبروهم ممكن تصغروهم حسب شنو نتوما بغيتوا. كندير واحد الثقب كيف ما شفتوا بواحد الطريقه، عندي هنايا قليل من اللوز اللي فسختو يعني حيدت له القشره ديالو، ممكن ديروا بالقشره الا بغيتوا، وكنوضعوا في الوسط، ثم تنجمع الخليط ديالي ديال الكوك والحليب المحلى يعني عباره عن نسلي، كنحصل على هاد الكره. نحاولوا الكره منين نبغيو نديرها في يدينا ما نضغطوش، في الاول نجمعوا جيدا باش يتجمع لينا الخليط كيف ما كتشاهدوا، وكندير واحد الثقب كيف ما كتشوفوا. هذه وحده غنعمرها باللوز، وحده غنعمرها بالشوكولاته. هذه شوكولاته ذوبتها وزدت ليها قليل من لا كريم فريش، يعني لا كريم فريش او ياغورت اللي بغيتوا، يا ياغورت يا لا كريم فريش، وخليتها حتى جمدات في الثلاجه، ودرت بها كويرات وكنحشي بها باش تجيني ساهله. ممكن ديروا شوكولاته للدهن وديريها في واحد كيس بلاستيكي وديروا في كيس بلاستيكي ثقب، مجرد ما كديروا واحد ثقب في هاد الكويره كتفرغوا الكميه اللي بغيتوا ديال الشوكولاته وكتسدوا عليها، كتجي رائعه جدا. كيف ما كتشوفوا انا درت الحشوات باللوز وبالشوكولاته، ممكن تحشيوها باش ما بغيتوا بالكونفيتور او بالكراميل او باي حاجه متوفره عندكم، او بعقده اللوز اللي كان عندكم، بالعقده ديال التمر اللي موجود، كتجي على فكره رائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا العمليه سهله جدا، كنجمع كندير ثقب كنحط شوكولاته او لوزه او اي حشوه عندي مفضله او حسب الموجود، وكنجمع بسهوله غير منين نبغي ندير الكره. كيف ما كتشاهدوا معايا تبعوا معايا هذه المرحله، كما كنضغطش يعني غير كي بشويه من الفوق، وكنحاول نبسط يدي نطلقها وانا كندير كويرات كيف ما كتشاهدوا، باش تجيني كره متساويه ما تكونش عندها قاعده باش منين نحطها.
كيف ما كتشاهدوا معايا كنحط هادو في جنب ديال اللوز في جنب وديال الشوكولاته في جنب، ثم كنوضعهم في الثلاجه لمده نصف ساعه او ربع ساعه او في الكونجيلاتور حتى كيخبطوا راسهم جيدا. عندي هنايا الشوكولاته بيضاء اللي ذوبتها في حمام مريم، وعندي الكوك عادي والكوك اللي حمرته. ممكن ديروا كوك محمر، ممكن ديروا اللوز ايفيلي، اي حاجه، ولكن هاد الوصفه ما كيواتيها غير الكوك. درت انا الكوك محمر، غادي نديروا في الحشوه اللي درت فيها الشوكولاته، والكوك العادي غندير فيها غنديروا في اللي درت فيه اللوزه، حبه اللوز باش نعرف منين بغيت نتناولها، نعرف هذه ديال الشوكولاته بحال دابا هذه ديال الشوكولاته، حشوه الشوكولاته واللي فيها الكوك عادي الحشوه ديال اللوز. كيف ما كتشاهدوا معايا كنزيد نضيف لهم هاد الكويرطات باش يعطيهم واحد الجماليه، وفي نفس الوقت كيكون الشكل ديالهم رائع جدا. كنكمل انا، غادي نكمل هاد الحصص كاملين هاد الكويرات، غادي نديرهم في شوكولاته بيضاء وغنفندهم، ثم نخليهم حتى يتماسكوا ونتلاقاو في طبق التقديم. كيف ما كتشاهدوا معايا مرحله سهله وكتوجد بسرعه البرق، يعني في اخر لحظه ممكن تحضري هاد الحلوه. على فكره راه ما تيبقى منها والو، غنقول لك خزنيها في الثلاجه، احتفظي بها في الثلاجه، ولكن مده الاحتفاظ ديالها غتبقى لك نهار او يومين، رغم انها كتعطينا واحد الكميه ما شاء الله كبيره، ولكن المذاق ديالها كيجي خطير ولا اروع. نتمنى تجربوها، المقادير مكونات سالين، واللي ما بغاش يدير العمليه ديال الحليب مع السكر يغلي ممكن يدير نسلي جاهز، لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما سالينا الكويرات ديال الحلوه ديالنا ديال جوز الهند مع نسلي مع الشوكولاته بيضاء، اي فيريروشي منزليه 100% بدون مواد حافظه، سهله جدا المكونات، بساط بساط كيف ما شاهدتوا معايا، وكتجي لذيذه ومن اروع ما يكون. نتمنى تجربوها. كيف ما كتشوفوا معايا انا بدلت يعني التزيين، درت الكوك محمر، يعني كديري غير في المقلاه او في الفرن حتى كياخذ هذا اللون ذهبي. على فكره الكوك محمر كيعطي واحد المذاق يعني مغاير على الكوك اللي يعني تيبقى عادي الابيض، على فكره كيبقى رائع جدا. كيف ما يمكن لكم ديروا ليها فيرميسيل ابيض، شوكولاته فيرميسيل ابيض او اسود، لكم الاختيار في التزيين. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نقطع وحده حداكم، هذه بالشوكولاته سوداء لهدف الرز التزيين ديالها، هذه درت ليها الكوك محمر والاخرى درت ليها كوك عادي. كيف ما كتشاهدوا معايا من الداخل ديالها كيجي المنظر ديالها رائع، وكتجي كتذوب في الفم وهشيشه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي معلكه ولذيذه، يعني مكونات ديالها بساط 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 الى الغايه، والمنظر ديالها كيجي رائع. بالنسبه لحجم الكويرات انا كبرتهم شويه، لانكم منين كتضيفوا لهم الشوكولاته بيضاء والكوك كيزيدوا يكبروا، من الاحسن ديروا الكويرات يكونوا صغارين، صغر من هادو انا اللي درت، حيت منين كتزيدوا ديروهم في الشوكولاته ومن كتزيدوا ديروهم في الكوك الحجم ديالهم طبيعي الحال غادي يتضاعف. انا حصلت على هاد الكميه، الا صغرتوا الكويرات غادي تحصلوا على كميه اكثر. هذه بحشوه اللوز كيف ما كتشاهدوا، ممكن ديروا الكاوكاو، ممكن ديروا اي حاجه، او ممكن تشدوا هذا اللوز تطحنوه مع شويه ديال السكر كلاصي ومعلقه ديال الزبده وتشكلوا كويرات تكون حشوه بعقده اللوز، علاش لا، او ديروا الكاوكاو يعني تفسخوه تسلقوه وتطحنوه وديروا فيه قليلا من عقده اللوز، او اي نكا بغيتوا كديروا كويرات وكديروا حشوه في هذه الحلوه المميزه. يعني كيف ما كنعرفوا فيريروشي كيكون فيها اللوز في الوسط، انا درت لكم اللوز، وكذلك قلت علاش لا ما نديرش بها الشوكولاته، كتجي رائعه مذاقا وشكلا. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم البنائين وبلي لايك للتشجيع فقط لهذا الفيديو. هذه الوصفه كتوجد في رمشه عين، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. المذاق ديالها على فكره رائع جدا، غديروها وتعاودوا ديروها. بالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا بها في الثلاجه عادي، الجوده راه بارد، ممكن ديروها في الثلاجه او برا الثلاجه، على العموم هي راه ما كتبقاش دغيا كتسالى، غير جربوها وردوا عليا الخبر. شكرا لكم المتابعه وبصحة وراحة، ونتمنى تنال إعجابكم الفكرة ديال اليوم ديال فيريروشي محشوة بالشوكولاتة واللوز. شكرا لكم متابعة وبصحة وراحة، ومرحبا بكم دائما على قناة سكينة السورية، ودمتم في رعاية الله.